حقيقة وضع الأمن في محافظة صلاح الدين وديالة، هو ديالة وصلاح الدين وكركوك ومحادية تقريبا أمنهم، وإحنا اقترحنا كلجنة الأمن والدفاع يكون مقترح لدينا يكون قيادة موحدة تحت هذا المحافظة الثلاثة اللي يسميه سامراء وديالة وكركوك وصلاح الدين. نريد نحصر القيادة بيد قيادة واحدة حتى نسيطر على الوضع التي دائما يكون هنا وهناك خروقات لن يتحملها أي جهة. فالآن حددنا مسؤولية، سيكون يسلم الملف إلى قائد يتحكم بهذه المحافظات الثلاثة حتى يقدر يسيطر ويشخص الخلل اللي موجود في الأمن.